مش محتاجة اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد. النهارده هنعمل اكلات مع بعض، يعني على قد ايد شويه ومش قدها شويه، بنحاول نظبطها. النهارده هنعمل مع بعض سمان باللحمه المفرومه، وهنعمل حلو كمان اللي هي النموره، وهنعمل كمان حلو كمان العاشوره. يلا بينا نبدا الحلقه. ودلوقتي هنعمل مع بعض الحاجة الحلوة اللي اسمها نمورة، وأقولك مقاديرها، وبعدين هحط بقى ايه عندنا. هعمل لكم عاشورة هحطها على النار الأول، بس هقول لكم المقادير بتاعتنا الأول. هنا عندنا كوبايتين سكر، كوباية ونص دقيق، سكر تاني للعسل، بيكنج باودر، فانيليا، ليمون، بيض، جوز هند، دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، وبرتقال. هناخد بشر البرتقال وناخد العصير وكوباية لبن بودرة. دلوقتي دول حاجتين في بعض انا هبصهم لك دلوقتي، بس عايزه احط عشان ده قمح هعمل لك عاشوره النهارده ان شاء الله. هعملها لك النهارده دي واوريك طريقه سهله جدا ليها وما تقعدش كتير على النار. اول حاجه ده مغسول طبعا، ممكن تنقعيه عشان تسهلي كمان سرعه ان هو يتسلق. بتنقعيه بتسيبيه يعني حوالي كده ايه ساعتين ثلاثه او قبلها بيوم لو تاني يوم هتعمليها، وتروحي غسلاه حطاه في مصفى وغسلاه كويس جدا، وبعدين تبداي تسلقيه. بنبدا نسلقه ازاي؟ بنحط له ميه كتير جدا، طبعا القمح ده بيشرب ميه كتير قوي. نحطه على النار يغلي. ماشي، انا احطه بعيد هنا عشان ما تاثرش بايه كده، مش هغطيها عشان بيفور، هتلاقيه غرق الدنيا كده فده ما يتغطاش. نيجي بقى هنا، بص يا ستي، النموره دي بسبوسه على دي عادي، في هنعمل منه عسل وهنعمل عجينته شبيهه بالكيكه شويه، بس فيها ايه دي البسبوسه، وفي عسل هنعمله عشان نسقي بيه ايه النموره بتاعتنا. العسل ده بيتكون من ايه، كوبايتين من السكر مع كوبايتين من الميه كده، والليمون، دي حاجات العسل. خلاص، ده بنسقيها عسل يعني بارد، مش دافي ولا لا، بارد بارد، مش في التلاجة بس بارد بارد، يعني بره ايه مش دافي ولا سخن ولا في التلاجة، في بقى ايه خليه بارد بس. ماشي، نيجي بقى هنا نبشر برتقال. احنا عايزين بشر برتقال وعايزين عصير البرتقال الاثنين. بشر البرتقال هنضربه مع البيض، وطبعا زيت هنحط هنا، بس انا ما رضيتش احطها غير لما احط لكم في كوباية، لان هنا ايه يعني لازم احط لكم المعيار واحد واحد. هنا عندنا هناخد كوبايتين سكر، كوبايه ونص دقيق، دول كوبايه ونص دي ايه سمونينه او دي البسبوسه، وعندنا بيكنج باودر وفانيليا وجوز الهند دوت، هناخد منه جزء هنا وجزء هنحطه على وش ايه الصينيه بعد ما نسقيها بالعسل هنحطه عليها، وده برده لبن بودره. اجي هنا الاول بس اجيب ابشر بقى، اجيب طبق، عايزه اخد بشر البرتقال عشان ابدا اعصره، وانا عايزه الميه بتاعته كده. برضو النموره دي حاجه حلوه قوي ومغذيه جدا، يعني انت شبيهه بالكيكه بس مغذيه اكتر منها. نجيب كده بس ثواني، احنا عايزين معلقه بشر برتقال او اقل شويه، كده كده هاخد عصير فهتبقى كلها ايه روايح حلوه ان شاء الله. تاخدي طبعا الحته الصفرة بس زي ما اتفقنا،
وطبعا احنا بنبشر البرتقانه قبل ما نعصرها. خلي بالك لو عصرتيش عشان تطلعي منها حاجه. فاللي هنعصره نبشره الاول. وعلى فكره ممكن البشر ده كمان تشيل في فريزر، يعني ممكن بس انت ايه جايبين برتقال حتى بصرة دوت الكبير بتاع الشتاء، هتقشري الاولاد برتقان. يبدأ الاول كله يبشريه كده كله وبعدين قشره لهم، والبشر ده حطيه بقى ايه في كيس كده وبططيه وحطيه في فريزر. ممكن تسحبي منه حته حته كده مع الكيكه باي حاجه عايزه ريحه برتقال، او مع الاكلات اللي احنا بنعملها زي الفراخ والبط والحاجات دي كلها بتحب ريحه البرتقال فيها، والسمك تسحبي منها على طول من غير ما تضطري انت ايه تعملي تبشري كل شويه بشر برتقال. وكمان برتقال الشتاء بقى بيبقى فيه الاصفر ده حلو جدا فيها وكتير، ولونه حلو قوي، بيبقى لونه برتقاني برتقاني ده. بصوا مش لونه مش قوي بس احنا عايزين ريحته اكتر يعني. حبه كمان صغيرين بس كده. ناخد نص معلقه بصوا قد ايه دي كده كويس كده. ابدا بقى ان انا ايه اعصر البرتقال. اشيل دي اخليها عشان كل الهوس عشان النقطتين دول بس. النقطتين دول بقى بيعملوا مفعول جامد جدا في اي حاجه كده. كفايه دول نعصرهم ونشوف. انا طبعا انا بجهزها كده بس بجهز مش هستعملها على طول، بس كل حاجه جنبي جاهزه. لما اجي اعمل اي حاجه اجهز كل حاجاتي جنبي، اللي عايزه تبشر واللي عايزه تعصر وبعدين ارصهم كلهم وارجع بقى ايه استعمل واحده واحده. ما اجيش بقى مثلا اجي عاوز البرتقال ابدا ان انا اعصره، لا يبقى جاهز معايا على طول. طبعا البرتقال ده مفيد جدا، يعني عايزه اقول لك لو تشربوه مع الاكل شرب كده كمان بيخلي الجسم يمتص كل البروتينات اللي تاكليها. نعصر كده كده خلاص. دي حوالي مش هيطلع كوبايه بس ايه انا اكملها ميه مش مشكله كده كويس. انا عايزه ادي ريحه بس للنموره دي ان هي تكون ريحتها ايه ريحتها حلوه ريحه البرتقال. نبدا هنا بقى كده هنحط السكر كوبايتين سكر. طبعا الكميه دي بتعمل صينيه كبيره، صينيه محترمه مش صينيه صغنونه يعني. لو انت عايزه تجربي بس ممكن تعملي كميه اقل. هنحط البيض بيضتين. يبقى هنا حطينا ايه حطينا كوبايتين سكر وحطينا بيضتين. ممكن او استغنى عن الفانيليا على فكره، لان احنا في ايه في بشر برتقال هيغنيك عنها، بس احنا بنزود ريحتها. احنا ممكن كمان نحط ميه ورد او ميه الزهر نقطتين كده منها بتبقى حلوه جدا. فانيليا نحط كمان الزيت ونبدا نضرب بقى. هنا الزيت برضو كوبايه زيت كوبايه بحالها. هي دي حوالي كده كوبايه بس. يبقى هنا حطينا ايه كوبايتين سكر كوبايه زيت بيضتين فانيليا وبشر برتقال. نبدا بقى نضربهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي مش عايزه ضرب جامد، هي مش كيكه اسفنجيه ولا حاجه، بس خلط الحاجات ببعضها بس بطريقه ايه يعني كويسه. ندوب السكر شويه ندوب الحاجات كده واحده واحده كده بس. بس هي مش عايزه خلط جامد ولا حاجه، مجرد اختلاط المقادير ببعضها مظبوطه بس. كده حطينا ايه
بيضتين، كوبايتين سكر، كوبايه زيت، بشر برتقانتين يعني حوالي معلقه صغنونه خالص، مع فانيليا كده. نبدا بقى نحط كوبايه لبن بودره، برضو نضربها. انا حاطه ده على النار، العاشوره اهي على النار القمح اللي هو المبشور، عشان هياخد معايا وقت في الحلقه عشان الحق اعمل لكم اخر الحلقه كده. خلاص نبدا بقى نحط دقيق، كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص دقيق بسبوسه. هحط قليل قوي من البيكنج باودر لان دي عليها بيكنج باودر بس كده، وابدا اخلط واحط ميه بقى. انا حط هنا ايه، كوبايه لبن بودره، خلاص كفايه، حط ميه زي ما تعجن معايا، وطبعا مش عايزينها خفيفه قوي ولا تقيله قوي. ناخد حبه جوزين كمان من دول، معلقتين كبار كده، او زي ما تفضلي ممكن تحطي كوبايه بحالها. ريحه البرتقال بقى مع جوز الهند بتبقى حلوه قوي. ساعات الواحد كده بقى ايه، عنده الحاجه ومش عارف يعمل حاجه حلوه ايه، بيقعد يفكر مع ان عنده الحاجه موجوده في البيت، بس مجرد ما يجمعها على بعض هيعمل حاجه حلوه قوي. بنفكر بعض بس بالطرق، بس هي كده كويسه قوي. هي بتاخد حوالي كوبايه ميه كمان، بصوا كده اهو كده كويس. هي بتاخد حوالي كوبايه ميه مع كوبايه الزيت وعصير البرتقال. نحط حبه عصير برتقال، هنحط عصير برتقال في العسل بس كده كفايه. عشان ايه هحطه في العسل، واجيب بقى صينيه زي كده وهدهنها بالزيت بالفرشه، واحط واصب جويها الكيكه بتاعتي اللي هي الناموره دي، وادخلها الفرن على 180، واسيب فاصل صغير واحطها في الفرن، ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد ودلوقتي هنعمل مع بعض سمان باللحمه المفرومه. طبعا السمان مش غالي زي الحمام، فاحنا استبدلناه بدل الحمام شبيه بيه. عندنا اتنين سمانتين، وعندنا ربع كيلو لحمه مفرومه بس، مش كتير ولا حاجه، حته صغيره كده. وعندنا هنا كوبايه ونص من الرز، بصله مبشوره، بصله عاديه للشوربه، ملح وفلفل وزيت. سهله كده، هو هو السمان اللي ممكن نجيبه في اي وقت هنعمله. احنا دايما بنحشيه يا رز يا فريك، النهارده هنعمل له خلطه جديده عشان نطعمه كمان اكتر واكتر. نمسح الحاجات دي كده على جنب، وهنشيل المقادير واحده واحده مع بعض. طبعا السمان ده غاسلينه كويس جدا، في بس على العسل وكده خلاص. انا عملت العسل ببرتقال، طبعا ما خدش وقت معايا، انا مزوده السكر شويه فما خدش وقت. كده هو العسل ببرتقال خلاص. نبدا هنا بقى معانا سمنتين، دول طبعا مغسولين زي ما اتعودنا نغسل اي تشور بملح ودقيق. خلاص بقى هنخليها قاعده، نخلي دايما كده عندنا على الحوض ملح الخشن، بطرمان في ملح خشن، وبطرمان في دقيق مخصوص لغسيل الايه، الطيور كلها، حمام، فراخ، بط، سمان، اي حاجه. تمسكي بقى الملح الخشن كده من جوه ومن بره وتروحي شاطفه، وحبة دقيق برضو جوه وبره وتروح شطفاه بس كده. حبيت تنقعيها دي في ميه وليمون زي الفرخه كده بنقعها، ممكن قوي يعني لما نجهز مثلا تروح ماليه دي ميه وعصر نص ليمونه وسايباها على جنب. نخلص شغلنا تكون هي بقت ايه، ريحتها حلوه وشالت اي زفره فيها. نيجي بقى هنا هنولع كده على طاسه زي كده او حله، نحط حبه زيت، معلقتين زيت دول كده الايه اللي سوى الرز كمان، احنا هنسوي فيهم الرز. هنحط كده، مش هنسويه سوى كامل، نص سوى كده، عشان عندنا اللحمه والبصل. معلقه
ممكن عايزه تشطشطيها وتحط لها فلفل ممكن، مش ممكن خلاص هو كده كويس قوي. وانا مولعه على الحله فيها ميه عشان لما احشي احط السمان على طول، بس اعمل الاول خلطه ايه السمان. نجيب ملح عشان طبعا عشان الايه البصلايه. وهنا كمان انا مولعه لسه على القمح، انا عايزاه يسلق كويس جدا. هو انا كنت نقعاه شويه فهنا ان شاء الله هيلحق ياخد سواه. وكمان بقى لو انت كمان مش مستعجله، يعني خلاص انت مثلا بتعملي اكلك وهتعملي ده بالليل وحطيه على النار زي اللي بتعملي لغايه دلوقتي، هو غلي كده وانا مغطيه عليه وطافيين، هتيجي بالليل بقى هتلاقيه بقى ملى الحله، حطي له ميه تاني وسيبيه يغلي كمان ايه كام غلو وخلاص خلصت كده. انما عشان مستعجلين انا مستمره ان انا ايه مخلياه برده زي ما هو كده، بس انا برده اللي على فكره الطريقه دي بتخليه يستوي بسرعه جدا، ان انا اطفي عليه واسيبه بميته بيبدا بقى ينفش اسرع ما انا عماله اغليه كده. فدي تبقى حلوه قوي لو انت شغاله وعملتيه بالليل وانت بالغدا جهزتي ده، احنا بنعمل كده وقفلتي عليه وسبتيه. وبعدين بقى تجيب حله اكبر من دي كمان، حله كبيره وبرده تحطي ميه كتير وتغطي بقى عشان ما تقعديش ايه ان هي هتشرب كل الميه بتاعتها. انا دلوقتي كمان حبه صغيره هقفل عليها عشان اوريكي برده. نغطى الحله هطفي عليها كده واغطي، هوريك هينفش ازاي على طول ما ياخدش وقت كبير. هنزل البصله، حبه الملح بتاعت البصله، ونقلب تشويحه للبصله بس. الميه انا مهديه عليها عشان لما اخلص تبقى هي جاهزه. تشويحه صغيره. احنا بقى هنعمل الكميه دي، طبعا هتقولي لي ان هي مش السمان مش هياخد كل الكميه دي. اه ما هي مش هتاخد كل الكميه دي، بس احنا هنحطها في الصينيه تحت السمان بعد ما يتسلق، نحطه في صينيه او في اي حاجه صغنونه كده تحتيها الرز باللحمه المفرومه دي، ونحط له السمان عشان يتحمر في الفرن، ونسيب ايه مع كبشتين شوربه كده منها هتبقى طعمها حلوه جدا كده. انا كل مره بعمل كده على فكره، لما اجي اعمل حمام او فراخ او اي حاجه لازم اعمل رز زياده واحطه في الصينيه للي يحب ياكل بقى رز زياده، بدل ما اعمل صنف رز تاني او ادور على اي صنف اعمله كمان بيبقى دي صنف واحد على طول كده، هي كلها خلطه واحده وفي الصينيه. حط بقى اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يحب يحط فلفل بس يحط، انما انا بحط ايه فلفل وقرفه وجنزبيل. عايزه اقول لك كمان ان الجنزبيل بيسيح الدهون جامد جدا، يعني دايما اللي بيعملوا رجيم او بيحب يخسوا بيشربوا جنزبيل. هنحط ايه سنة جنزبيل كده، قرفة، فلفل اسود، بس كده. ها نبدا نقلب بقى، نتوصل كل التوابل لكل حته ايه في اللحمه. عايزه كميه اقل من كده في اللحم ممكن تبقى يعني حته صغيره كده والرز اكتر، زي ما تحب بقى ايه انت توزنيها زي ما انت عايزه. المقدار ده ليك انت، يعني ممكن يبقى نص الكميه دي من الرز والضعف الكميه من اللحمه والضعف الكميه دي من الرز ممكن قوي. انا هنا يعتبر مساويه اللحمه مع الرز اتنين قد بعض. يعني عايزه اقول لك الجنزبيل بقى اللي احنا بنحطه على الاكل كتير ده
ده بيتحوش يعني بيحرق على طول في الاكل، بيحرق الاكل دهون الاكل اللي بتاكليه كمان. فده مهم قوي انك تشربيه بربع بدائي الاول. ما تيجي تعملي نفسك كوبايه جنزبيل بربع معلقه، ربع معلقه من الجنزبيل بس، شويه شويه تزودي. يعني لو خدتي في اليوم نص معلقه جنزبيل في كوبايه ده حلو جدا، هتلاقي هيفرق معاك كتير قوي، وحلو للبرد وحلو كل حاجه. طبعا عايز اقول لك الحبه اللي بنحطهم دول على ما يتوزعوا على الاسره هيبقوا خد فتفوته، انما الكوبايه دي مهمه. كده نبدا بقى ايه نحط الرز. هي كده قربت تستوي خلاص، مجرد ما شكشكت كده اللحمه، شكشكت يعني بدا الماده الدهنيه اللي فيها تعمل حس كده مع اللحمه، ننزل على طول الرز وناخد نديله برده تقليبه معاه حبه سوا. يعني ونسيبه حبه ميه كمان جنبي كده. حب ميه صغيرين علشان ياخد نص سوا او ثلاث اربع سوا. نقلب برضو حبه كده في الميه، مش هحط ميه كتير، انا عايزاها نص سوا او تلات ارباع كده، حاجه بسيطه عشان يكمل سوا مع السمان وياخد طعم السمان. عندنا الميه غليت، انا بقى ايه احط لها بصله، ده الاساس. بعد كده بقى نضيف لها جزرايه، نضيف لها طماطم زي ما انت عايزه. انا بحب طعم الشوربه. كمان حبه حبه لما تلاحظي ان الرزايه دخلت في سوا. كده بقى ممكن تظبطي ملحها تدقيها او تعرفي ريحتها، تظبطي ملحها عشان تبقى ايه ملح مظبوط. هبدا بقى ايه اسيبها تبرد واظبط ايه ملح، اظبط هنا الحله بقى احط لها البصل والطماطم بس كده. جيب هنا عندي بصله، نسيبها تبرد بس شويه كده عشان اعرف احشيها. عندي بصله كده اجيبها ايه اربع ارباع من غير ما افتحها عشان ما تبقاش الايه الشوربه كده زي ما هي، يعني بعلمها بس اربع ارباع. جبت طماطمايه وجزرايه حتت بس مش كلها، بس احط حته طماطمايه واسيبك فصل صغير ونرجع يكون عندنا الايه الرز برد شويه ونكمل اكلتنا. فاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل وكده برده الرز ايه بدا يهدى. انا طفيت على الميه عشان كانت غليت، اخليها تغلي تاني واطلع الكيكه عشان كنت بص عليها لسه دلوقتي فهي خلاص استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ما بتاخدش 20 دقيقه في الفرن، هي بالمنظر ده كده. معلش الفوطه عملتها من هنا،
عندنا بقى العسل بارد كنت عاملاه بالبرتقال، نبدأ ننزله على النمورة بتاعتنا ونسيبها تشربها كده حبة كويسين كده. أبدأ بس أجيب إيه سكينة وأوسع علشان إيه أقطعها علشان تشرب العسل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي مسكرة شوية إن فيها سكر ونسقيها سكر مسكرة فحتة منها صغننة كفاية. كده كويسة. نغطي بس على النار هنا عشان ايه غلي التاني. نمشي فيها العسل كده وهنسيبه براحته خالص، هي هتشربه على طول كله. حط بقى جوز الهند عليها كمان عشان تلزق فيها. حبة كويسين كده. ونسيبها على جنب بقى. دي الحاجة الحلوة بتاعت النهاردة. النهاردة في اتنين حاجة حلوة، عاشورة والكيكة اللي هي نمورة كده. نشيلها على جنب نسيبها ورايا عشان نبدأ في ايه في الحشو السمان كده. الحلو بتاعنا خلص. فكرني برمضان، كنا في رمضان دايما نعمل كده الحلو الأول وبعدين نبدأ في الأكل. اشطب ايدي بقى عشان مطرح العسل والحاجات دي. والعسل بيبقى جنبنا برضو فيه زياده عشان اللي يحب عسل زياده ايه ممكن ياخد، اللي يحب عسل على تاني ممكن يحط عليه، لان هي شبيهه بالبسبوسه تبقى كلها عسل. نيجي بقى نجيب السمان بتاعنا كده. طبعا مغسول ونضيف جدا. ونبدا نحشي. هنجيب حبة حبة قدامنا في الطبق كده. طبعا الرز واخد نص سوا او تلات اربع سوا. نحشي زي بنحشي الحمام بالظبط كده. وحلو كمان قوي لو جبتي ملح وفلفل ورشيتي على السمان من جوه وبره. حاول ايه نوصل للحصله كده نعديها من رقبتها كده. هو الراجل اللي بينضفه كمان بيبقى ايه محافظ على الحصله عشان تملاها، يعني ما فيهاش حاجه صغنونه خالص اهي، فبنحاول ان احنا نكبرها باي طريقه. عشان تعمل نفسها حمامه او فرخه. انت بقى شطارتك بقى كبريها انت شطارتك. طبعا انا ليه سويتها كمان خلي بالك، لان انت رز لو ناي وجيتي مليتيها هتلاقيها ايه فرقعت منك، فربنا يستر. احنا بنحاول نخليها ما تفرقعش، يعني نحاول عشان كده نخلي الرز تلات اربع سوا او كمان مستوي عشان املاها براحتي بقى. ابدا بقى ايه كمان بين الجلد وبين ايه اللحم بتاعها كده كده وادخل كده اهو. طبعا دي لحمه مفرومه برده يعني كلها مغذيه برده كلها مليانه اهي مش رز بس. حنبقى لظة اهي نحاول يعني نكتفها كده ونملى وهي متكتفة كمان.
انا عشان احافظ عليها وهي مليانه كده هحطها في ورق الومنيوم. نظبطها كده واكتف لها ايديها من ورا كده. بصوا كده، شفتوا بقى قد ايه؟ بصوا المنظر بقى اوريكم الفرق. بصوا يا عيني. عملت لها شخصيه، عملت لها شخصيه. نزل حبه ايه كمان رز هنا. نسلقها بقى في ورق الالومنيوم وبعدين نطلعها نحطها في الفرن، بس من غير ورق الالومنيوم بقى ايه، نفكها منه. برضو نعدي من الزور بتاعها، زورها زغنون خالص، بس قدر امكاننا نحاول كده. طبعا ما بقاش اتنين بس، يبقى حسب بقى افراد الاسره، كل واحده ولا اتنين ولا حاجه، هي كفايه واحده اتنين ليه، كفايه لحمه مفرومه كمان كده. كده كويسة على الحصلة، ونحشيها زي ما اتفقنا بين اللحم وبين الايه الجلد، نوسع لها كده. ندخل ايدنا الاول نوسع وبعدين نحشي. طبعا الحمامه بنعرف اكتر من كده، الحمامه بتبقى كبيره شويه عن كده، فبتبان بقى ان هي ايه عظيمه شويه. نكتفها واحشيها، هي متكتفه كمان حبه. ابدا بقى اغسل ايديا واجي الفها في ورق الومنيوم واحطها في الميه اللي انا حاطه لها بصل وجزر وطماطم. بس كده راح اغسل ايدي واجي. نحط بقى الحمام بس في الورق الاول، نجيب ورق الومنيوم كده حمام سلمان اخوات، نجيب دي على جنب. شوف السمانه بقت قد ايه ما شاء الله. ونلفها ورق الومنيوم كده او في شاشه، لو عندك شاشه لفيها فيها. الشاشه طبعا اصح من الالومنيوم، بس احنا ايه على قد ايدينا بقى الموجود. دي عشان تحافظ على قوامها وما تطلعش رز في الشوربه كده. نبدا ننزلها، دي مش تاخد وقت كبير، السمان وقته قليل جدا عن الحمام كمان. هنضرب بقى هنا كده، بشوف العاشوره اخبارها ايه. ده طبعا هعوزه تاني مش هرميه. واجي العاشوره نفشت شويه،
هولع عليها تاني عشان انا مستعجله. انا لو منك هسيبها لغايه بالليل تاخد راحتها، بس انا هولع عليها تاني عشان تلحق تستوي معايا. شكلها ورك البليله دي، يعني دي تتعمل طبعا عاشوره، تتعمل بليله زي ما انت عايزه، بتنفع قوي في الناحيتين. يعني البليله دي مغذيه جدا جدا، خصوصا الاولاد بقى في الصبح في المدرسه لما ياخدوا كوبايه بليله باللبن، يعني ممتازه ممتازه جدا. يعني دي فطار، فطار كامل بقى، مش عايزه اقول لك. انا بقى هجيب صينيه احط فيها دي بس لما ايه الحمام يستوي، الحمام برضه السمان، لما عقبال السمان يستوي احط دي في صينيه واحط السمان فيها واسقيها معلقه شوربه كده او كبشه شوربه وادخلها الفرن. هيستوي الرز ويتحمر السمان في وقت واحد. بس بعد الفاصل نرجع نكمل بقية وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد وهنعمل مع بعض دلوقتي العشورة. سلقنا القمح، وعندنا كوبايتين لبن، كوبايه سكر، نشا، وميه ورد او ميه زهر او فانيليا اللي تفضليه، يعني ده اختياري، ميه زهر، ميه ورد، فانيليا، بس كده. يبقى احنا سلقنا القمح وجبنا كوبايتين لبن وسك كوبايه سكر، وهناخد معلقتين نشا كبار وميه ورد او زهر. انا جبت الملح والفلفل عشان احطه على ايه السمان، نقرب يستوي خلاص كده عشان املح شوربته. هو الرز عليه ملح وكل حاجه، بس برضو املح الشوربه بتاعته شويه. احط فلفل، ممكن بقى تحطي كمان حبهان، تحطي ورق لورو زي ما انت عايزه. نرجعهم مكانهم، هو خلاص قرب يستوي، ما بياخدش وقت خالص. وانا حطيته اهو في صينيه، فرشت الرز باللحمه المفرومه يستوي، هفكه واحط هنا واحط ايه كبشتين لحمه مفرومه عليه، بس خليها كبشتين شوربه، خليها ورايا كده. اجي بقى هنا، دي القمح بتاعي اهو. بصوا بقى قد ايه بقى، مش هاخده كله، انا هاخد جزء منه اعمل بيه العاشوره، والجزء الثاني يتشرب ايه باللبن كده. يبقى انت عملتي نوعين، بليله وعاشوره. ناخد بقى نعمل عاشوره، نضرب في الخلاط. طبعا انت بتسيبي لما يهدى شويه، بس انا ايه مستعجله. كده دول بقى يتعملوا كوبايه يتشربوا ايه باللبن والسكر كده بس. خليهم ورايا دلوقتي. اهي حط مع دول حبه ميه، واديهم ضربه في الخلاط، مش عصره جامده، يعني كام ضربه بس كده، عايز اكسر بس الايه البليله دي. بص الرجل اللي بيعملها دي تخلوش عصير، خليه يتكسر. وكمان العصره دي بتدي قوام لميه البليله، بتدي الميه بتاعتها سميكه. بس كده كفايه. هبدا بقى ايه احطه في الحله مع اللبن كده. انا خدتها نص ضربه كده، خليت كمان ايه القوام بتاع الميه بتاعتها يبقى غليظ شويه، واحط له اللبن. نمشي بعد كده زي ما بنعمل مهلبيه بالظبط، مفيش تغيير. حط اللبن والسكر والنشا، بعد ما يبدا ان هو يسخن شويه راح حط النشا وابدا اقلب بقى. حط دي بتاخد كوبايه سكر، بتبقى مسكره شويه. جيب معلقه اقلب،
كده نقلب السكر مع ايه، وحطينا هنا ايه القمح، خدناه ضربه في الخلاط كده كسرناه شويتين، وبعدين حطينا عليه اللبن والسكر بس، لسه مفيش اي حاجه تانية. هنحط النشا دلوقتي بس لما يسخن حبه يدوب السكر، وابدا احط النشا. نجيب هنا بقى حبه ميه ادوب النشا، عشان انا زي ما اتفقنا لما نيجي نعمل مهلبيه او رز او رز بلبن او اي حاجه نحط لها نشا، ما نحطش النشا والحاجه بتغلي عشان ما تاكلش كلكعت معانا على طول. نحط النشا وهي يعني سخنه بس بسيط، واحنا بقى نقلب فيها لغايه ما ايه ما تتخن معانا. ادوب النشا كده، خلاص ابدا انزله قبل ما ايه قبل ما يغلي، واقلب فيه بقى، ويا دوبك يعني ياخد غلوه اروح منزله على طول معلقه ميه ورد او نقط من ميه الزهر بس. ادينا هيبدا ايه يتقل معانا شويه، بس طبعا لازم برضو اديله غلوتين. بص هنا كده على ايه وانا بقلب كده السمان ان شاء الله استوى، اطفي عليه عشان ابدا ان انا اطلعه يهدى حبه، واطلعه واحطه فوق الرز واحطه في الشوايه عندي. كده هبص بقى ادخل ازاي، احط معلقه ميه ورد بس واحدة بس، أو حتى نقط لو بتحبها يعني متحباش جامدة نقط بس منها، هي دي ريحة جامدة جدا، ناس كتير حطها على المية مية الشرب. بس كده تاخد غلوة عشان ايه اسوي النشا. كده بس خلاص هو هيستوي كمان في السخونيه دي كده، شيل بقى ايه الحاجات دي من هنا، واطلع اجيب طبق اطلع عليه الميه دي ارجعها تاني في ازازتها. انا جايبه ايه كاسين او طبق او كوبايات زي ما انت عايزه تحطي ايه العشوره فيها، وتزوقيها بقى زي ما انت عايزه بجوز هند ومكسرات باي حاجه. نجيب كده نطلع حمام، حمام ايه السمان، هو عامل نفسه حمام. ادي السمان، نجيب الصينيه اللي هنحط فيها كده، انا مولعه الشوايه كده، اشيلها بالراحه، ومش عايزاها تقطع ان هي استوت فهتبقى ايه بالشوربه بتاعتها كده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، احطها على ظهرها كده معاها الرز، واحط لها ايه حبه شوربه. وندخلها في الشوايه على طول، هو الشوايه برضو هتسوي حبه الرز دول، هم يعني ايه مش نايين خالص، فمجرد ما احط عليها حبه شوربه سخنين خلاص ايه هتسوي حبه الرز دول. كبشتين شوربه بس كده بس، وندخلها
في الشوايه، بسم الله الرحمن الرحيم، او في الفرن لو عندك وقت بقى. وكمان ممكن ترشي لهم ايه حبه ملح وفلفل كده عليها، بتديها ايه ريحه وطعم حلو قوي. اما تطلع رش لها بقى كده. نجيب ايه كاسين، عندنا كاسات، عندنا اطباق، اي حاجه يعني الاغلبيه بيعملوا في اطباق زي كده. دي بقى ممكن يعني دلع، بس حبه دلع كده. طبعا الشوايه خلي بالنا منها جدا ان هي على طول بتتحمر، كل شويه نبص عليها كده. بصوا عامله بقى سمكها عامل ازاي، عشان دي بتجمد تبقى زي الرز بلبن بالظبط، زي المهلبيه. دي العاشوره كده، رش لها قرفه، احنا بنحبها بالقرفه. ماشي كده، واحد، نجيب التاني، نرش قرفه، نرش جوز هند، نرش زبيب، اللي بتفضليه، بس هي العاشوره معروفه بالقرفه. طبعا ننضف الحاجه اللي حاطينها، يبقى فوطه مبلوله ولا ايه، منديل ولا حاجه تنضفي بيها. الطبق كمان نغرفه عشان يبقى عندك كل الاشكال. انا منزلني بحط في كوبايات، يعني ببقى عامله كميه، وطبعا الاطباق زي كده تاخد مكان في الثلاجه، اعمل كام طبق بقى كله كوبايات بقى ويتصرفوا معاها. شيل دي دلوقتي، دي نرش لها حبه قرفه. بصيت كده قوي، تدي لون حلو وطعم حلو جدا كده. يقول لي ما يحبش القرفه حط له جوز هند، وحطي له مكسرات، زبيب، كل حاجه، بس دي هي كده مشهوره. ادي كده عملنا ايه مع بعض، العاشوره، وعملنا كمان البليله اللي هي في الحله الثانيه دي، اللي هنحط لها لبن وسكر ونقدم في كاسات او في كوبايات. ابص بس على ايه، على السمان عشان ما يتحرقش. بسم الله الرحمن الرحيم، هو قرب خلاص اهو، سنة صغيرة تفكروني. هنجيب هنا النمورة بتاعتنا اهي، خلاص هديت، بص شربت كل العسل ازاي، بس فيها ولا نقطة عسل. نجيب طبق نطلع فيه، طبعا دي حاجة مسكرة كده. طبعا احنا قاطعينها من قبل كده عشان ندخل ايه العسل اللي يخش جواها بالراحة. هي دايما اول حتة تبقى ضحية شوية، بس ان شاء الله تطلع كويسة كده. ادي حتة كمان بس كده، كده حلو قوي. اطلع بقى ايه السمان عشان هو كده خلاص، فعليها هي كده شكلها كويس، اتحمرت تحميره كويسه. انت ممكن تقعديها شويه كمان زياده عشان الرز بس يلحق يستوي كويس، عشان هي لسه شوايه بس فايدتها حمران. وبعدين ايه يعني ممكن تروح مقلباها على الناحيه الثانيه كمان عشان تتحمر من كل الناحيه، يبقى كده احسن كتير كده. والعسل الزياده ده بقى ممكن تحطيه مثلا في بوله وحطيها جنبيها هنا للي بيحب ايه العسل كمان. ممكن نطلع سمان في طبق ونحط منه زي ما انت عايزه، وجنبيه الرز، او تقديم المنظر ده، وكل واحد بقى ياخد قدامه زي ما انت عايزه. يبقى كده النهارده عملنا مع بعض، عملنا مع بعض السمان مش الحمام، باللحمه المفرومه والرز. طبعا الطريقه دي ممكن تعمليها مع الفراخ كمان،
يعني ممكن تعملي نفس الطريقه دي بفرخه، تجيبي فراخ صغننه شويه مثلا، لا ممكن او كيلو كيلو شويه، كيلو ونص مثلا، وتعملي نفس الطريقه دي برده تعجبك جدا. هتحطي برده زي ما احنا عملنا كده، شوحنا البصله وحطينا اللحمه المفرومه وقلبناهم مع بعض كويس، وبعدين جينا حطينا الرز وخدناه بحبه ميه حبه ميه صغننين لغايه ما خدت ايه 3 ارباع سوا بس كده. حشينا بيه السمان، انت احشي الحمام احشي الفراخ وارجعي اسلقيهم، وبعدين طلعيهم وحطي كده زي ما حطينا في صينيه بقيه الرز واللحمه. دايما اعملي كده عشان احنا كده ما عملناش حاجه تانية معاها، خلاص انت ممكن طبق سلطه بقى، انت خلاص كفايه قوي الاكله بقت اكلتين. عملتي الرز بدل ما تيجي تعملي بقى رز جنبيها ولا تدوري على حاجه تعمليها تانية، لا خلاص ممكن تيجي كده كويسه قوي، وجنبيها الرز جنبيها سلطه، سلطه خضراء. وعملنا كمان مع بعض العاشوره اللي هي من قمح، القمح المبشور اسمه قمح متقشر، ده حلوه جدا ومغذيه جدا. تعملي منها البليله، يعني لما تيجي تعملي حله تعملي حله مره واحده، تعملي منها العشاء في الثلاجه وتصحي منها عادي جدا، وتعملي جزء منها زي ما عملنا كده تضربيها في الخلاط ضربتين، تطلعي بس كده جواها النشا وتحطي معاها لبن وسكر ومعلقتين نشا وايه وميه ورد او ميه زهر او فانيليا اللي تفضليه، وياخد غير لغايه ما يدخن، وبعدين نصبه زي ما كده في كاسات او في اطباق. وكمان عملنا النموره بدقيق بسبوسه ودقيق ايه الدقيق العادي والعسل وبرتقان. يا رب اكلت النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله المره الجايه اعمل لكم اكل احلى واحلى. استنوني، الى اللقاء.